63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، شاهدين بذلك على توالي عقود من العطاء والتفاني في خدمة الوطن والمواطن وفق رؤية الملك المؤسس جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه، ووفق منهج التحديث والتطور والمواطنة الذي ما فتئ يرسي دعائمه مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. شرطة مواطنة في خدمة المغاربة منذ 63 سنة هو شعار المديرية العامة للأمن الوطني الذي تبنته هذه السنة. من خلاله نريد أن نقدم للمغاربة الوجه الحقيقي والجديد للمديرية العامة للأمن الوطني في بنيتها التحتية الحديثة وفي تحديث وسائل عملها التقنية واللوجستيكية لخدمة المغاربة على جميع المستويات. وما هذه العروض التي رأيتمونها إلا جزء من ما تتوفر عليه المديرية العامة للأمن الوطني، نريد أن نوضح به للمغاربة ما تتمتع به وما ما تتوفر عليه المديرية العامة للأمن الوطني الإمكانيات حتى يراها المجتمع لكي يطمئن على أمنه وبالتالي يطمئن على سلامته. على مستوى الحقيقة المذكورة. عرضوا عليا قلت لنا نجيو نشوفوا هذا الشيء، تعجبني انني نكون حاضر على هذه الحوايج تشرفنا اننا نكون حاضرين على الحوايج هذو، وتقول شكرا يعني انكم شرفتونا اني نكون حاضر في الشيء. بارك الله فيكم، شكرا لكم. تبينوا ان الحمد لله الامن يعني تيدير مجهود كبير
باش يوجد الراحة للمواطن المغربي وتقريبا يعني بطرق حديثة. هذا الشيء إلا وتيتلج الصدر ديال المغاربة. نتمنى أن الأمن يسود للمغرب، والشكر الجزير للأمن الوطني اللي تسهر على راحة المواطنين. الناس ديال الامن اللي كيسهروا على الراحه، على راحه المواطنين وعلى راحتنا، ف اللي كيضحيوا كثير باش نكونوا حنا في جو جيد وصحيح. الحمد لله فتحنا جد سعداء، وكنتمنى لهم كل خير في حياتهم المهنيه والشخصيه ان شاء الله. عندنا عيد كبير وعندنا عيد، وكنطلبوا من الله تبارك وتعالى هاد المسؤولين ديالنا الله يزيد في عمرهم، الله يزيد سيد الوردي، الله يزيد الحموشي، الله يزيد الملك، الله يرزقهم ما بغاو، اللي غلب الزمن عليهم الضباط كلهم ديال المغرب. كنطلب لهم يوقفوا مع البلاد.